أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 217 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق مدتها 182 يوما تبدأ في 7 سبتمبر 2023 إلى 7 مارس 2024، ويبلغ العائد المتوقع هذه الصكوك 6.46%، علما بأنه قد تم تغطية الإصدار بنسبة 593%. أعلن صندوق العمل تمكين إبرام اتفاقية لدعم فرص التدريب الدولي للكوادر الوطنية مع مؤسسة إي جروث الرائدة في مجال تطوير التطبيقات في اليابان، وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج التدريب العملي العالمي. وفي إطار البرنامج سينضم المرشحون المؤهلون إلى فريق برمجيات شركة إي جروث في اليابان، حيث سيعملون مع فريق الشركة لإنشاء وتصميم وتطوير تطبيقات مختلفة، فضلا عن التنسيق مع الفريق المعني فيما يتعلق بمختلف مستويات البنية التحتية للبرمجيات. تولي مملكة البحرين اهتماما كبيرا بقطاع الاقتصاد الرقمي، فأصبح هذا القطاع لا غنى عنه للدول الساعية للتنمية وتحقيق التنافسية العالمية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا في الاستديو عالم البيانات الأستاذ محمد بوعلاي. مرحبا بك أستاذ محمد في النشرة الاقتصادية. مرحبا فيكم يا هلا. في البداية أستاذ محمد، بالنسبة للاقتصاد الرقمي، كيف يساهم الاقتصاد الرقمي في تحقيق النمو للدول وزيادة تنافسيتها؟ الاقتصاد الرقمي مهم الحين وايد حق الاقتصادات في الدول بشكل عام. لعدة أسباب، منها زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف، ومنها بعد زيادة جودة الخدمات، الخدمات الصحية والخدمات التعليمية، ومنها بعد زيادة البحث والابتكار في المجالات الجديدة، وآخر شيء حتى ممكن يوفر لنا فرص عمل جديدة ما كانت من قبل موجودة. أستاذ محمد، بالنسبة لسوق العمل، كيف يؤثر الاقتصاد الرقمي على سوق العمل ونسبة الحصول على العمل؟ الاقتصاد الرقمي راح يطلع لنا مجالات جديدة حق الاستثمار وحق فرص العمل فيها بالتأكيد. والاقتصاد الرقمي بعد يخلي في مرونة حتى حق العمل، ويخلي اعتماد حق الذات حق اللي يطلب العمل. أستاذ محمد بوعلاي عالم البيانات، شكرا جزيلا على حضورك. العفو. والآن نترككم مع دائل الأسواق المالية الخليجية. أظهر مسح للشركات أن نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية واصل التراجع في أغسطس بعد تباطؤ حاد في نمو الإنتاج، إذ أثرت المخاوف بشأن المنافسة في السوق على المعنويات، وانخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية إلى 56 نقطة و6 أعشار النقطة، وذلك من 57 نقطة و7 أعشار النقطة في يوليو، غير أنه لا يزال في نطاق النمو بقوة، وهذه أدنى قراءة منذ سبتمبر 2022. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.